ازيك يا جون؟ وحشتوني جدا جدا. يلا بينا النهاردة نتعرف على حرف اللي هناخده النهاردة من حروف اللغة العربية. حرفنا النهاردة اسمه حرف الكاف. اسمه حرف الكاف. حرف الكاف صوته ك ك. حرف الكاف صوته ك ك. يلا بينا نتعرف دلوقتي على أشكال حرف الكاف. حرف الكاف ليه شكلين، شكله وهو منفصل وشكله هو متصل. شكله الأولاني ده شكله هو في آخر الكلمة، بيكون إزاي؟ عصاية واقفة على السطر، أمشي أمشي على السطر وأطلع تاني، وجواها كاف صغيرة. تيجي نتعرف الكاف الصغيرة بتتكتب إزاي؟ شرطة طايرة فوق السطر وشرطة مايلة ومادة إيديها على السطر. شرطة طايرة فوق السطر وشرطة مايلة ومادة إيديها على السطر. دي الكاف اللي بتكون في آخر الكلمة. أما الكاف اللي بتكون في أول الكلمة أو في وسط الكلمة، شرطة مايلة فوق السطر وشرطة مادة إيديها على السطر وفرد إيديها. دي الكاف اللي بتكون في نص الكلمة أو في أول الكلمة، في وسط الكلمة أو في أول الكلمة. يلا بينا دلوقتي نتعرف على كلمات حرف الكاف. كلمات حرف الكاف: كاف كلب، كاف كلب، كاف كتكوت، كاف كتكوت، كاف كتاب، كاف كتاب، كاف كأس، كاف كأس، كاف كرة، كاف كرة. يلا بينا دلوقتي يا حلوين نتعرف على صوت حرف الكاف مع الأصوات القصيرة. كاف فتحة كا، كاف فتحة كا، كاف ضمة كو، كاف ضمة كو، كاف كسرة كي، كاف كسرة كي، كاف سكون ك، كاف سكون ك، كاف فتحة ك كلب، كاف فتحة ك كلب، كاف ضمة كو كرة، كاف ضمة كو كرة، كاف كسرة كي كتاب، كاف كسرة كي كتاب. يبقى اتعرفنا النهاردة على حرف الكاف، طريقة كتابته. قلنا عصاية واقفة على السطر، أمشي أمشي على السطر وأطلع تاني، وجواها كاف صغيرة. إحنا كده خلصنا حرف الكاف، قلنا صوته ك ك. كلمات حرف الكاف: كلب، كأس، كتاب، كتكوت، كرة. وبكده نكون خلصنا حرف الكاف، وأشوفكم في حرف جديد بإذن الله. إلى اللقاء.